السلام عليكم بنات، كيدير؟ لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم مرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقول لكم والسلام. عندنا عرفتوا انا السلام ديالي طويل، السلام ديال فاطمة الزهراء كدير هكا، السلام ديالي انا طويلة. المهم عرفتوا داك السلام ديالي، عرفتي لما قلتهاش ما نقدرش نشد الريتم في الفيديو، خاصني نقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى نلقاكم الله فيديو كامل على خير وبخير، عاد نقدر نكمل الفيديو. المهم اليوم طلب منكم فيديو اللي قبل قلتوا لي ورينا المعن ديالك كاملين وغادي نوريكم التقضيه كامله ديال اللي جبنا اليوم. شكرا. علاش تشكروا؟ حيت جاوبك عطيتوني الراس، كرمتوني الحاله مزيان. شكرا لكم بزاف حيت جيتوا معايا وقلتوا مورا الذوق زعفتوا. مجبول الحال، بقى كيسكريني ليا. تصيفط لي في الواتساب، يسكريني ويصيفط لي في الواتساب، تقول لي شوفي شوفي الناس شنو كيقولوا عليا، شوفي شوفي. عرفتي زعما اول مره، ماشي اول مره، زعما من بعد مده طويله عاد شفت تعليق زوين على قبلي. زعما عجبني الحال بزاف، والله فرحت بزاف حيت قلتوا فيا كلام زوين وقلتوا في حقي تعاليق زوينه. شكرا لكم بزاف. المهم البارح راه صافي مابقاش قاد حتى شي بلاصه. انا فرحه بقيت كنسكرين بقى مزال تاع كامل تصيفطهم لي، تنقول لهم شوفي شوفي شنو كيقولوا لي الناس، كنقولوا صافي فضحتينا. جاوك على قلبك. ايوا عطيتوني انا، كرمتوني الحاله مزيان، شكرا. واخا هكاك ماشي مشكل عادي، انا اصلا كنت عارفه بزاف ديال البنات اللي يقولوا لي ما تبقايش تعقبي هكا على الحاجه، ما تبقايش تقولي اي حاجه. قالوا لك الراجل، قالوا لك الرجال بصفه عامه ما كيجيبوا شي حاجه للدار، خصك تقولي لهم زوينه وشكرا. هذا هو، واخا تكون خايبه صراحه. شكرا على النصائح ديالكم، والله كنتقبل اي حاجه من عندكم. غنتشارك معكم. شوف انا دابا تنشوف لتحت تما كاينه التقضيه لكم كامله، كتقول لكم اصبح راه ما كيبانش لكم، اما هي راه كتشير لكم اصبح هكا التقضيه كامله، كتقول لكم غنوريكم التقضيه، نوريكم داك الشيء. هذيك التقضيه كامله في الارض غادي نشاركها معكم. شنو خدينا؟ غنشارك معكم الماين كاملين اللي خدا مراد، حيت بزاف اللي قال لي الذوق ديالو زوين. ورينا كامل داك الشيء اللي شرا، نوريكم كل شيء داك الشيء اللي شرا. راه هزيت كل شيء وداك الشيء اللي موسخ غير هكايا غسلتهم، هذا ما كانش من هذاك الشيء اللي شرا، من داك الشيء زعما اللي جديد، ما كانوش بزاف ديال المعان موسخين، كانوا شي زلايف وكيسان وداك الشيء. فدوزت عليهم دغيا وحطيتهم غير على قبلكم باش نوريهم لكم. والله ما كنقدر ندير شي حاجه، ولكن على قبلكم باش نوريكم كاع المعان اللي خدا هو، ونوريكم الذوق ديالو واش زوين ولا لا. وعرفتوا دابا غيزيد يتنفخ عليا، دابا غيزيد يتنفخ. الله يلا بوكس، غيزيد يتنفخ مره. المهم يلا خليكم معايا باش نبداو الفيديو ديالنا ونوريكم المعان. المهم دابا غنبدا لكم هاد المعان. هادو راه ماشي هادشي اللي كاين، كاين حتى اللي ها المعان. المهم انا نوريكم حاجه بحاجه باش تشوفوا كلشي. اليوم كنت غنليكم كنتلوح لكم واحد الفيديو زوين بزاف اللي كنت وعدتكم به من مور الفيديو ديال الحنه، زوين ولكن وقع لي فيه واحد المشكله نصلحوه، غادي نلوحو لكم غدا ان شاء الله، وغادي تشوفوا اكيد غادي يعجبكم بزاف بزاف. المهم غنبدا لكم دابا في المعان. نبدا لكم اول حاجه، نبدا لكم بهاد الكاسرونات. نبدا لكم بهاد الكاسرونات هادو. المهم هاد الكاسرونات خدا هو خمسة ديال الكاسرونات، من الكبيرة حتى لهاد الصغيرة. هادي هانتوما كيفاش دايرين، هادو ديال الكرانيت، هانتوما زوينين. خدا خمسة، هادو راه باقيين كاع محلولين، شي يمكن هاديك الصغيرة حلها هي كندار بيها شي حاجة. كنسلق فيها البيض. كنتي كتسلق فيها البيض؟ كسرت هادا. هانتوما هادي الكبيرة ديالهم. عرفتوا شوفوا الحنة في البلاصة طارت، ما عمرني ما شفت شي حنة كتمشي في يومين. هذيك راه صغيرة. عرفتوا في البلاصة مشات ليا الحنة تاع الخبز. المهم شنو هي اللي قلتي لي الصغيرة؟ حطي هذيك توريني. المهم هادو الكاسرونات اللي خداهو، قولوا لي واش زوينين، راه عرفتكم جيتو معاه. المهم خدا هاد الفراقة هادي. ها كيفاش كيجيو؟ هي راه ما كتعرفش توريكم. كيجيو هكا، كيجيو هكا زعما راه. هانتوما خدا هاد الشبيكة هادي، هاديك ديال الخبز زوينة هادي، عجباتني واعر والله، هيلا عجبتني زوينة هادي ديال الخبز زوينة. عطيني دوك الزلايف نوريهم ليهم، ديال اللي بزلافة ديالهم كبيرة. صراحة هادو عجبوني بزاف زوينين.
هانتوما هادو زلايف، نوريكم زلافه ديالهم كبيره. هذه زلافتهم كبيره، اوه فيها الماء. هذه الزلافه الكبيره عثر فيها واحد، بقى عندك القطره في الكوزينه. لا فيها واحد الديكور هذيك زوين، عرفتي فيها من داخل فيها الزاج مزلجه بالزاج، وداك الديكور ديالها تيبان بعيد على الزاج، عرفتي كيعطي واحد الديكور زوين. من هنايا هاكا نوريكم دابا الزليفات ديالها. الزليفات ديالها هذه راه فيها خمسه ديال الزلايف، وهنايا عندي غير خمسه، ويمكن الاخرى موسخه ولا شي حاجه. ها انتم الزليفات ديالهم الصغيرين كيفاش دايرين هاك، زوينين هادو، عجبوني بزاف. انتي تا شتي المتتبعين جاو معايا عاد لقيتي كتقولي عجبوني، البارح كتقولي ما عجبونيش. يا اختي شتي المتتبعين جاو معايا لقيتي كتقولي انا عاد الدور. وخدا هاد الفراقه هادي، ها انتوما هي زوينه صراحه. هاد الفراقه هادي كاينه حتى طبصيل كبير وطبصل وطبصيل كبير وولادو بسته. طبصيل كبير بحال هاله، غنوري لكم بحال كامل صراحه زوينه. ها انتوما كيفاش كتجي، وريهم الديكوراس من الداخل اللي فيها. وريسالهم كيبان. ديال اش هادي؟ ديال اش هادي؟ هذيك ديال الحلوه. انتوما راه عارف حلويات، عرفتي علاش انت اللي كتعجبني الحلوه. عطيني نوريهم الطبصيل ديالها الكبير. هذا التفصيل الكبير ديالو، شنو فيه؟ غير الغبره، غتكون غير الغبره، حتى ما مسحتو ما والو. ها انتم التفصيل ديالها الكبير، شوف بحالها التفصيل الكبير ومعاه طباصلو. ها الطبيصلو صغيرين، ها هو عرفتي كيزلقو. شفتو الطباصلو هادو كاملين فيهم داك الديكور ديال الزاج من الفوق، ما فيهمش ديك الحاشيه البنات، عرفتي الا كبيتي فيهم العسل ولا الزيت يسيح يتقلب فوق الطبله. اي شويه، ولكن الحاشيه صغيره فيهم. الحاشيه صغيره. زوينه عجبوك ولا ما عجبوكش؟ لا زوين. حياني عليك. والله الا زوينه. حياني عليك. والله ما تنكذب، عطيني هذه تاني. سمعت قلت لك والله الا تنكذب. قلت لك والله ما كنكذب. اويلي هذاك بلاطو ديال الديسير. ها انتم هذا البلاطو، هذا راه يدار فيه حتى الحلوه، يدار فيه الكاطو كلش. حتى هو مذهب، شريتيه عليه وديت الديسير. انا حسابي ديال الديسير شي شويه قبل الديسير. حتى هو زويون صراحه. ها انتم هو خدا هاد اللون الصفر، هاد الصفر هذا خداه بزاف. انا بغيت ناخذ الكوزينه كلها يكون فيها الصفر، يكون فيها غير الصفر واللون ديال البلاكار، الصفر والمارو. ماشي مارو، هذاك الكرون ياك اللون كرونا. عندي مخربق الالوان، هو كيشوفهم كيعرفهم، ولكن باش يقول لك سميتهم ما يقولكش. ها انتم هذا التفصيل ديال الديسير ولا حلوه ولا اللي كان. دابا نوريكم الكيسان. الكيسان البارح كان كيقول لي قلت لك عندك حساب لك يحسب لي ما شريتش سته الكيسان. كان كيقول لي عندك حساب ما شريتش سته الكيسان، راني شريت الكيسان بزاف. المهم انا نوريهم لكم. هو الصينيه، الصينيه كاع ما جبتها نسيتها. نمشي نجيبها. وي باش نشوفها مورا. جبت الصينيه ديالو. ها هما الكيسان، هاد الكيسان كل كويس لون، كيجيو هكا يا مدهبين، شفتو زوينين صراحه، عجبوني الكيسان. راه عجبوني بصح، ما تثقوش بيه حيت قال لكم واحد شفتكم نتوما عجبكم الطوق، عاد قلت انا اوكي، انا قلتها غير على الفرن وصافي. فيهم هاد الموف الشويبي، المهم بزاف ديال الالوان. شنو هو المهم في الكيسان؟ اللون اللي مهم في الكيسان؟ اللي مهم في الكيسان؟ كيفاش؟ شنو هو اللون اللي مهم في هذا الكيسان اللي كيتماشى مع كاع ما لاحظتها؟ قرور الذهبي. الذهبي كيمشي مع الطباصة بحالو. هذاك هو اللي كيمشي مع الطباصة، باش حطيتي الناس اتاي وحطيتي من الطباصة. برافو عليك، حطيتي من الطباصة الحلوى وداكشي. ها انتم تقولوا لي الكيسان كيفاش جاوكم هما، راه باقيين بهذاك اللعيبة ديالهم، داك البلاكار ديالهم. الصينية اللي خدايا راه خدا عادية، كان عندك تاخد ديك الصينية اللي بالجاجة. عرفتي الصينية خدا غير هادي هي.
زوينه عرفتي علاش خديت هذيك الصينيه؟ ملي شريت البراد والكيسان قلت شنو خاص البراد والكيسان؟ خاصهم صينيه، والصينيه لقيت عنده غير هادو، غير هاد الماركه هادي خديت هادو. ولكن غادا ناخذ عاوتاني شي صينيه مذهبه. ماشي مشكل. ها انتوما هادي ديال العطريه. قريعه ديال العطريه. ب هادوك كيمشيو ب شريت معاهم حتى دوك الاخرين ديال السكر وديال العطريه. خديت معاهم حتى ديال السكر وديال اتاي وديال الملحه وداك الشيء، حتى هما خديتهم كونسومبل مع هادوك. ديال الملحه راه درتها في هاد، ولكن توقف في هاديك كاين حتى في هادوك كاين ديال الملحه. ها انتوما البنات هادي ديال سميتو ديال العطريه. العطريه جاتني ثقيله هكا. اي وخطات الكويسات راهم عاطيني نوريهم اليوم. فنين جات؟ فنين جات؟ فنين جلات؟ فنين جلات؟ هو عاد تيقولي ليش كتعيبي؟ هانتو هادو فنين جلات ديال القهوة. عرفتو كتجي فيهم قهوة واعرة، عرفتي وريهم الترموس، الترموس هو صغير ورب حالو كيوت. هانتو كويسات ديال القهوة هكايا كيجيو. مرات راه خايفة عليهم من تما مد ليدو، خايفة من شخشخلو شي واحد، حيت راه هو شخشخ لواحد يدو. وما شتيش اللون المهم فيهم؟ شناهو؟ الذهبي. الذهبي، خاصو ضروري يقول ليا ما شتيش ما شتيش. طيب هانتوما فيهم السلك بالذهبي وفيهم حتى الكتابة كتابة ذهبية. ما كتبانش في الفيديو، ولكن ديك الكتابة راه ذهبية. كتابة ذهبية، وداك هذاك السلك ديالهم ديك اللعيبة فين كيتجمعوا ذهبية. المهم كملوا ليكم. وريهم عاوتاني ديال القهوة. واخا عاوتاني بعدا نوريهم هذا. نكملوا ليهم هادو ديال هادو راه ما تديوش عليهم مع كان باقي لما راه دار فيها حتى هذيك كان داير فيها يمكن السكر يمكن. كان هاكا مع اللي مع الشده وداك الشيء كطلعبط ماشي مشكل. دابا نغسلوهم عطيني مرات كاملين نوريهم لهم. هذه ديال هذه طويله طويله. هذيك ديال اش شفتي؟ هذيك ديال القهوه. ديال القهوه. ها اسمحوا لي ما لقيتش مازال ما خديت الطبله، دونك خديت الطبله كوريتكم داك الشيء كله على حقه وطريقه داك الشيء زوين. دابا ما لقيتش كيفاش ندير، جالسه غير في الارض و جالسه زعما على كرسي وكنوريكم هاد الشيء هذا باش يجي زعما اون فاصل شنو سميتها هذا؟ الجلسة. الجلسة. هذه ديال السكر واقيلا ما عرفتش ديال لي بات. ديال لي بات هذه. ديال لي بات هذه. وهذه ديال اتاي. ضيفي. هذه خلاص مقلى. راه حرقها مراد من تحت يمكن كان كيدير فيها الخبز وداك الشيء. كنت كنسخن فيها الخبز. كنقلبوا ديك شنو سميتها؟ ديك الخبز اللي كتكون هكا هي بحال محروقه كتعجبو يمكن لا يمشي يحرق فيها الخبز حيت لقيت فيها الحراق كان عقبي هكا. عطيني البراد. ها هو وهذا البراد. براد فاسي بالشاشيه الحمراء بريري حتى هو لا مزويناتو زويون. خصني نزرب دغيا باش نوريكم التق ديال الاخرى. ودابا غنوريكم اهم حاجه في هذا الشيء هذا كامل هو هادي. هذه صراحه حمقات زوين. اش فاتك؟ شوفوا حتى هي في الاحمر غدا مع ديال الكوزينه. حتى هي في الكرونه هي وهاد هي داك السخان ديال السخان حتى هما في الكرونه. وخدا هاد السخان حتى هو ديال السخان ديال الماء ديال الماء السخان ديال القهوه قلت لهم في الاسماء شكلهم المره ضايقه. السخان ديال الماء حتى هو في الكرونه. قلت لكم انا الكوزينه غادي نعمرها غير بالكرونه والذهبي. ولكن راه زوين عجباتك بعدا؟ ولكن عرفتو اهم حاجه شنو داير ليا هنايا؟ انا كي خاصني ناكل العسل قال لك ديال الخروب. هذا باش نصحوني بزاف ديال الناس قال لك ناكل العسل ديال الخروب ولا ما بقاش العسل النوع ديال العسل الاخر اللي قالوا ليا. المهم هو كيكون عنده داك شنو كيقول العسل بالشهد ديالو. العسل بالشهد ديالو انا اختاريت اني ناخذ العسل بالشهد ديالو فداروا ليا فهاد البرمه هادي وعاد كيتسقطر باش عاد ناخذ داك العسل. تاخذ العسل بوحدو وتاكل الشهد بوحدو. ناكل الشهد وناكل هاد الفوقاني اللي غيبقى حتى هو خاصني ناكلو هذاك القرقيش. قرقيش قرقيش واش هكاك؟ صراحه
مزيانه اللي لقيت بعدا هو عنده العسل. العسل موجود. العسل عنده صراحه عنده العسل زوينه بزاف وحره واعره. عرفتي شحال ديال الناس اللي كيعيطوا له في النهار على العسل؟ عرفتي بزاف ديال الناس كيعيطوا له. كيولي يعيط لك. كان اللي في الاول الدار كيلو ولا كيعيط تيقول يجيب لي 5 كيلو ولا كيجيب كيديو عاوتاني عائلاتهم تيديو الناس بزاف. كيديو صراحه زوين عنده العسل زوين بزاف. وصافي هادشي اللي كاين. هادشي اللي كيبقى دقيق التقدية دابا نوريكم التقدية. كنت نايضة نوريكم التقدية وقال لي بلاتي تتوريهم الطاجين وديك القدرة اللي خدام ها انتم. انا جبت القدرة. هذا هو الطواجين، خدينا غير طواجين صغير ديال جوج ديال الناس. صراحة انا كيعجبوني الطواجين زوينين، كيجيو صحيين وفي نفس الوقت بنانين. باش يجيب لي حتى ديك القدرة، ديك القدرة عرفتو هذيك اللي بحال هكا في بلاصه ما طيبي في الكوكوط ديك المرقه كطيبيها في القديره. هذا ديال الزيت والعسل. هادو طواجن صغيورين، نحط لكم شي واحد تشوفوا راكم عارفين هاد الطواجن الصغار. ها انتم فيه الماء ولات كيتهيئ لي ولا شنو. ها انتم راه باقي غادي يلاه خصو يتوصل. يلا جا حطيه تما قدامك وهاك شديه حتى حدا الطاجين. حسيت بحال تقلب وقيلا هذا هذا به الماء يمكن الا طاحت عليه. هذه القدره هذه القديره شو شحال زوينه. هذيك كطيب فيها حريره وكيطيبوا فيها مثلا اللحم الدجاج هاد مغطي في الكاميرا طيب في هذيك طيب فيها. هو راه كيعجبو هادشي ديال الطاجين كيكون صحي والله إذا طاحوا لي كتافي وحق الله ولي دغيا كنعيا هاك. دابا نوريكم شكون اللي ما كيعجبوش يشرب في هذا؟ كلكم غيكون كيعجبكم كتشربوا في هذا واعر واعر الشرب هذاك. وهادي ديال القربه ديال الطيب صراحه زوين كيحمق كيحمق في الشرب حتى مزارة كتشرب شعر كتعجبني ريحتهم واخا كتضوخني. ها انتم زوين. دابا نوريكم دابا عاد نمشي نوريكم التقدية. دابا صافي مابقاوش المعان هادو المعان اللي خدا خدا غير شويه 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 من الحاجة و القصعة القصعة نقطع الفيديو ومازال ما درت القصعة. عندك راه ثقيلة. ثقيلة هاد القصعة هادي هداك تشوفو واحد الفيديو عند مراد فاش كنت فاش كنا عند مول الفخار هزيت واحد القصعة غير صغيرة غلبت عليها دغيا هزيتها هادي فاش جيت نهزها والله ما قديت. ها انتم راه دايره غير فوق ركبيه وتنوريكم. ها انتم هذه القصيره دابا نحطها عاد نوريها لكم حتى نحطها. دابا ما نقدرش نهزها هكا المهم دابا نمشي نوريكم التقديه ديالي هذيك القصه نهزها. مراد خاف على القصه ديالو قال لي هذه تبقى تقدري تهزيها وتعجني بها ماشي انا عجن بها انا الا كان شي كسكسو ولا كان شي مدهوصه ولا كانت شي حلوه زعما كنخلطها في القصه ونديك الساعه نبقى نصور لكم وتشوفوا الابداعات ديالي. يلا نمشيو نشوفوا التقديه. المهم دابا غنوريكم التقديه اللي خدينا. خدينا بعدا هذا السطل هذا ديال لابوبي ودرنا فيه داك الشيء قبل ما يكون يولي السطل ديال لابوبي هاكا. خدينا هاد الميكات هادو ديال لابوبي منيت خدينا هاد الشكلاط. الصراحه التقديه اللي خدينا راه ماشي تقديه راه التقديه ديال بصح راه خاص يكون فيها بزاف ديال الحوايج اساسيين. خدينا غير شويه شويه من الحاجه. انا بنت فاطمه الزهراء غنمشيو للتقدى وغنضربوا دويره وانت اللي بان لك محتاجين وغنشري. خدينا هاد الحلوه هادي كنمشيو ماشي كنجيبو التقديه كنجيبو السقاطه. خدينا نسكافيه كتعجبني القهوه هكا هي في الصباح كويس صغير ولا هي غاشا فدك فين جات هي تشهات فيهم قهوه. خدينا هذا هاد ديال القطن الخل الخمارات وسميسو الخمارات وفاني وخدينا السكر كتعطيها مورا عاود السكر عاود السكر فاش كنمشي لعند بحال كناخد هكا السكر ولا شي حاجه. واحد المره كنت باقه اما حتى دابا فاش تزوجت فما بقيتش كاع كنمشي لا نتقدى لا حتى شي حاجه شحال هادي
كنت باقا صغيره شويه، كنت مشيت للحانوت وكنقول ليه، كنقول مول الحانوت عطاني جوج باكي ديال السكر، واحد ديال القهوه وواحد ديال جوج باكي، واحد ديال القهوه وواحد ديال السكر. كيقول لي اه، كنقول واحد ديال القهوه وواحد ديال السكر، تبقى كيموت عليا الضحك مقلوبه ديما. خدينا جوج ثلاثه، خدينا جوج ديال القهوه وثلاثه ديال الاتاي وعاد سميده ثلاثه ديال الاتاي. أصلا خدينا ثلاثة ديال الأتاي حيت هو أصلا كيسكن الأتاي بزاف. أه كنسكن الأتاي. خدينا هادي مقرونية لي بات، لويزا كتحتاجها مورات فاش كتعصب. لا ساكن وعطي نظري اللي كتعصب. ماشي أنا وعطي نظري كتعصب غير بوحدها، إذا مع التليفون كتعصب. لا هادي هادي سميتها هادي مقرونية، راه المقرونية هي أخرى. شنو هادو لي فيس؟ ما نعرف. خديت هاد كريم باتيسير، صراحة زوين بزاف، كنحتاجو في الحلوى، في بزاف ديال الحلاوي كنحتاجو، زوين بزاف كيتحتاج هاد كريم باتيسير. خدينا هذا ديال الزاج، عرفتو هادو راه كيبانو ليكم، غيبانو ليكم هاد البلاكارات هادو شوية بحال ملابطين، واخا تعيا تمسحي فيهم، تعيا 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 شي منين جيت ما بقيتش مستحمله ديك النظره فيهم، كيبقاو فيا، مشيت كنمسح فيهم وداكشي، قال لي مراد واخا تعيا تمسحي فيهم، قال لي راني قبال منك مسحتهم وعاودت وهكا ما كيبغيوش خصهم الماء ديالهم، الماء ديالهم هو خصهم الماء ديالهم. حنا جبنا هذا نجربوه ونشوفو. خديت هاد الشامبوان، قلت نجرب هاد الشامبوان هذا، كيشكروه بزاف ديال الناس اللي كيشكروا هاد الشامبوان هذا، وقلت نجربه على الله، اللي مجرباه تقول لي. شفت بزاف ديال الناس في واحد الجروب كيشكروا هاد الشامبوان هذا، خديت منه واحد مناضة و شنو في ديك الميكا نوتيلا اللي كتعجبك. اه خدينا الشكلاط، مايونيز كيعجبني انا بزاف في السلطات وداك الشيء، وخدينا شو انا من كتحمق فاطمة الزهراء شو كيعجبني هذا على داك الشكلاط وداك الشيء فراسكم، انا كيعجبني هاد السقاطه هادي، كتعجبني هاد السقاطه هادي على داك الشكلاط. شي انا الشكلاط واخا دابا كيعجبني ناخذ نوتيلا ناخذ، ولكن ما كناكلوش، هي داك الهضره ديال ناخذو، كناخذ منه هكا معايا القا ولا شي شويه صافي، ما كنوليش ناخذو، كيخرج فيه غير مورا. اما انا كيعجبني بحال هادشي هذا، كيعجبني داكشي القديم بحال جولدين بحال الطونيك هذا، كيعجبني هكا مره مره ناخذو، واخا انا مابقيتش كناكل السقاطه بزاف قليل ياك مورا. احيانا عليك. لا بصح بصح بصراحه بصح مابقيتش كتاكل السقاطه، كناكل عندها مع داكشي الغالي ولا عندها مع البيستاج عندها مع اللوز. كناكل هذاك الشيء داك الفاكهه واخا تناكلها، اما هادشي هذا ناخذ لك السقاطه ناخذ غير بحال كاطونيك ولا هذاك الشيء اللي كيعجبني، الشيء الاخر ما مسناكلوش. هاد فلو هذا انا كنفضل هاد فلو على الاخر، تيعجبني في الديسير، ودابا نجرب معكم واحد الديسير كيجي زوين بهذا ديال درهم غتكون عرفتو. هذا فلوس ديال هذا اشو باش كندير له دارنا ويلي ويلي كنهلكو، كتقول لي ماما مابقاش نحطها فوق الطبله. هذا جافيل هو التنظيف، وخلاص الزيت ورين كنديروا الاشهار، كنديروا الاشهار ديال الفلوس، هذا لار ديال سميتو ديال الحوايج، هذا الصفاي مثلا عرفتش السميات كنبقى نقول ايه هذا فونتوز شريتو سميتو داك الكوزين، بانت ليا بحال كتخنق النهار الاول، زعما بغينا نغسلوها كويس ولا هذا فين نشربو اتاي هو يتخنق، جينا باركت مغرف فرشاة هادي هادو نوريهم، هادو بانيو، ما بغيتش نقوي الميكا بزاف مورا دايا ليا، شري دوك البانيوات شري كتون شري غير شويه صافي، ما زيدش عليا الميكا بزاف تكون عندي في الكوزينه. زبيب خديت هاد جوج شباكي، خلاص هاد الزبيب هذا اللي كيعجبني بزاف، عين نوريه لكم الزبيب البلدي
انا اللي حطوني في شي فيديو قول لي شرحي لنا والله ما نفهمهم شي حاجه ما عنديش ما كنعرفش نوصل للناس داكشي اللي بغيت ماشي كنظره تعجبها هذا على الزبيب الاخر آه. وفعلا هذا صحي هذا كتاكلو بعضو ماتو هذا صحي زوين ناكلو بعضو ماتو هذا ماشي زوين تا سميتو صحي صحه انا كاين اللي بحال هكا اللي بغات تشريه مزيان تو السخفه بالنسبه للبنات اللي كتجيهم السخفه وداكشي جرب زوين السخفه وداكشي غير ولي تغسل مره واحده اخرى حيت كيكون عي على خصيت تغسل وينشف خصيت تغسل كيكون جا مع الغبره وداكشي ما كيكونش بحال الزبيب الاخر وينشف وديك الساعه تقدروا تستعملوا صافي هذه هي التقديه ديالي دابا خصني انا كنوري لكم التقديه كنقول لكم شريت ودرت وحلت داكشي بشكل داكشي اول مره كان يجيك بشكل الله يلا لا كنت كنديرها في دارنا ملي كيمشي بحال دارك دارك شكل تجي ياك كنقول له ياك صافي المهم هذه هي التقديه اللي خديتها نتوما تقديه كامله باقي خاصنا بزاف ديال الحوايج خاص الطحين خاص الزرع داك الفينو خاص السميده خاص بزاف ديال الحوايج اللي خاصين ما شاء الله هذوك تمشيو شي نهار خصنا ناخذ دوك دوك البرامل ديالهم ديال الخشب عاد نمشيو نشريو عاد نمشيو ناخذوهم وخاص واحد الحوايج جوج واحد جوج حوايج كبارين راه عارفهم مراد تما خاصهم يتخادو ان شاء الله خاص ثلاثه ثلاثه د الحوايج ثلاثه د الحوايج اربعه وخمسه المهم ثلاثه اللي باينين دابا اصلا مابقاوش ندير لهم الطوخه المهم غير جوج انا بان ليا غير جوج ديال الحوايج اللي كبارين تكونوا نتوما عرفتوهم راه قال لك غيديرهم ليا مفاجاه غدا ان شاء الله غدا ان شاء الله ندير لك ليهم مفاجاه ان شاء الله يا ربي المهم هذه هي التقديه ديالي البنات وصافي البنات هادشي اللي خديت هذه هي التقديه كامله اللي خديتها المهم كنتمنى يكون عجبكم الفيديو وتكونوا دوزتوا معايا وقيته زوينه والسلام عليكم مع فيديو جاي ان شاء الله اللي يكون حتى هو الفيديو الجاي غادي يكون داك الفيديو اللي انا باغا نحط لكم والله غنحاول صافي الفيديو الجاي غادي يكون هو صافي يلا بالسلامه عليكم مرات كيشوف فيا ويضحك بديك الهضره ديالي اللي تنبقى نهضر وتنبقى نشري بيديا تيبقى يموت عليا بالضحك يلا سلام.